التحضير لعيد الفطر يتواصل ببسكرة إلى أواخر أيام رمضان لاقتناء مستلزمات العيد. درنا الحلوة تاع العيد وجدنا حوايج العيد لازمة بالعيد. الناس العائلات يشرو في القش الأولاد وفرحانين ومتوجدوا العيد بإذن الله. وقش الأولاد بارابور السنة لاباس الحمد لله يا ربي، مش كيما العوام اللي فاتوا. ثم تاع الزوالي يشري اللي لاباس به يشري. فكيف تتعامل العائلات البسكرية لسد هذه الحاجيات؟ نديروا حساب من قبل حسابنا باش نوفقوا بين الحلوى وبين اللبسة وبين الولاد وبين ميزانية تاعو يعود لاباس عليهم من هنا يا ها تلقاه ربي يبارك. وحنا قدنا قد احوالنا كما نقولوا بشويه بالحاجه كما هكا ونعيدوا لاباس ورحمه ربي. ميزانية معتبره لاستقبال عيد الفطر المبارك، امر لا تمنع العائلات البسكرية من الاستمتاع بفرحه العيد.